عيونك الحبيب. وزقي زقي عطاك مصيبة زقي وحطيت التليفون، خلينا نشوف كملتك. سحلف عمرك يد يا يعقوب. عمري 18، وانت كم عمرك؟ على راسي على راسي، من وين انت في تمام. لبنان؟ من بيروت؟ من عنبك؟ من زلوب؟ من السماء؟ من وين؟ من أشرفية، وات؟ سليفية؟ من أشرفية، العزافية؟ أشرفية. أسرفية، على راسي ناس أسرفية. سو محتواك في التيك توك ستعملي، ترقصي، تغني، ترسمي، تكوزي، ستعملي. لا بدك. شكرا دكتور. ترقصي؟ بس برقص زومبا، يعني مش شرقي. كيف زومبا؟ زومباز؟ زومبا هيب هوب. هيب هوب. والله الله عملي لي اوكي. يعقوب، نلعب على 5000. انت كيف احكام؟ اذا اعطيتك احكام تعملي ترقصي وكذا. لا على اللايف. لا يا عيب السو، ابسطيني والله تأبسني. زمالك ابسني حبيبتي. يلا على الأحكام، بس رأسك على الأحكام. لا ما دراري 5000، 5000 نحكموا على الزبدة هذه. 5000 الدراري، كيف أنت وصلت 1000؟ أنت دراري نضرب أشرف ليه بوسة، طيب. نضرب ليه بوسة، نعطيه بوسة، نعطيه بوسة الدراري. ها؟ ايش نعطيه بوسة. لا كلشي كيقول لي لا، حاسديني تابعيني على بوسة. اوكي ايوه قالوا لي لا. ايوه يعقوب، بتعرفي تغني؟ ها؟ هلا. انا بحب صير فنانة، بس صوتي ما حلو ابدا. غنينا، ممكن تغني لنا سي ملحون؟ بدك دراري العالم بلاش تضحك بيني عليك. وبينكم، عندي 5000 في البيت، هذا هو التكبيز ديال زيت حموز والهربة، انتوما كبسة. تعرفي تغني؟ انه اكيد بعرف غني، بس صوتي ما حلو يعني. غني 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 غني. لا بدك العالم تضحك علي. لا عادي، لانني انا سوف انا اقول لك حاجه، انا عندي 5000 في البيت، يعني انا انسان مشهور كثير في المغرب، محتوايا هو الغناء، فانا بعرف غني. اوكي محتواك غنى انت؟ اكيد اكيد. غني لي. طب حط حدا يغني. عليك غني. سنعسي على كرسك، نعستي نمتي على بطنك. لا غني. ها؟ سدين عسيت على كرسي. لا بس ما في كهرباء. وين الضوء؟ الضوء فين هو الضوء؟ كهرباء ما في، عشان هيك. وبركي بركي، راه درتي لنا صاحبتي الدواخة. الدراري 130 عطاونا الدوبل، اوكي 130 الدراري. صافي هاتي ابراكي وحطي الهاتف، لان درتي لنا دوخة حبيبتي. ابراكي وافعلي لي الهاتف كذا. اوكي حطي الهاتف على سي نو. اوكي اوكي ايه اللي يلا لا انت لا خليك، بتغني انت صح؟ وخليني نغني لك يا الهاتف. حبيبتي يعقوب. حطي الهاتف وخلي كاميرتك مع التليفون. انت وين بدي بتعملي افهم انت كده، فين؟ تعملي كده. ايه لا ايه ايوه. لا حبيبتي حطي الهاتف ببريكي، انا حطي ترمتك سوية وخليك كده نتكلم. ما بقشع كتير منيح، سو انا بالعادة ما بحط تقصعي؟ عدسات، بحط عدسات، فاهم علي كيف؟ فتقرا التعليقات بقرب شوي. فهمتك حبيبتي، مو مشكلة. إذا كنت مريضة ندعي معك باستيفاء العاجل. كرسي في زوز الدري، يلا كرسي في زوز، كرسي في زوز. خلاص سيمو روح يا سيمو تكتفي. يا سيمو يا سيمو يا سيمو. راح أغني لك أغنية، يلا اسمع اسمع. هذه أغنية لأصغر فنان في المغرب. هذا الفنان المغربي معروف كتير، هو معروف ومشهور وفي نفس الوقت مو عارفه ولا احد. فهمتي حبيبتي؟ كبروا لي في السيمو الدراري، كيتعامل معانا تيراس راس السيمو، تيراس راس.
فهمتي يا حبيبتي؟ هذا الفنان اسمه السين مهدي، عنده هذا السين مهدي عنده في اليوتيوب 75,000 ابوني. سيبليس صديقي، سيبليس بلعب معاه في التيك توك، عنده لي زابوني اكثر منه، ويقول لك فنان مصري ما بعرف. يلا اسمعي اسمعي. سمع فينيتو فينيتو لا موسيقى، فينيتو 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 لا موسيقى، فينيتو فينيتو. مش بيني وبينك، من نهار شفتك ما شفت الربح، يا المصيبة يا المصيبة. باغي نرتاح. كيف ذاتك حبيبتي؟ حلو، شكرا. فنان موهوب، دير من قصر. ها؟ فنان موهوب. نعم فنان كثير. نغني لك الأغنية بتاعي. عندك أغنية بتاعك؟ من إخراجي. نعم غني. أوكي يلا اسمعي. مولانا يا زلالو، الله الله ارزقنا ما نصربو، الله الله. كفي كفي السوري عن جد، بس اريد تعليم. لا حرام يعني. لا 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 يا حبيبي يا حبيبي. لا 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 اسمعي 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 حبيبتي حبيبتي اسمعي. انا هادي بسوف اقل احترام يعني. انا انسان موهوب. لا لا اسمعي خليني نتكلم. انا انسان موهوب، عندي موهبه هون في المغرب، عندي الفار بتاعي بغني، وانت فهمتي يعني. عن جد عن جد. لا 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 ما تضحكي وانا بغني يعني، بحسب شويه قلة احترام. أنا احتراما لموهبتي، احتراما للناس اللي عندي وكذا، عندما أكون غنت. أكيد أكيد، وأنا بشجعك طبعا. كفي لك. أوكي خليني أكمل الغناء. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. يعقوب اللبناني يا حبيبتي، عن زاد حبيبتي، وراح تصير خطيبتي وفي المستقبل زوجتي. يا الله. حكم الاول تقف على رجل وحده، حكم ثاني تضربي 3 بيضات على راسك، حكم ثالث ترقصي سانبا مثل نايمة. اول حكم شو؟ تقفي على رجل وحده يعني 2 دقائق بس. ثانية قبل ما نبلش، أنا قلت لك ما بطلع جسمي على اللايف. ما تطلعي شو؟ ما بطلع جسمي على اللايف. لا لا ما تطلعي جسمك. لا لا حرام. لا 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 ما تطلعي جسمك. أنا فقط أول حكم راح تفعلي كده يعني في الحكم كده. إيه يعني أنا طولي طولي ما بطلعه على اللايف. فهمت علي كيف؟ يعني أنا طلع بس من هون، فاهم علي؟ أوكي قفي على رجل واحدة كده، وخلي رجلك كده ومو مبين، فقط كده. ثاني حكم إيش؟ حكم تاني تضربي 3 بيضات على راسك. ثالث حكم. ثالث حكم تاكلي بصل كاملة؟ لا نص نص فقط. يلا حبيبتي انت كيف راح تنبعي؟ شو راح تعمل؟ هاكل بصل. لا لا حبيبتي كتير والله يوزعني قلبي اذا اكلتي بصل حبيبتي والله. ايه مين هذا؟ بالغلط تسكن اول. يلا بنزل ما بيأثر. يلا باي. باي. انا شكرا.
شوف شوف يعقوب يعقوب، ايش ما راح احكم عليك، ولكن صرت تغنيني اذا بدك نسامحك غنيني. اذا انت صوتك هيك انا بغني ابلان، يلا غني. يعني صوتنا مثل بعض حلوين اصلا، اصلا ما حدا صوته بك صح. يلا غني غني، ايش بدك اغني لك؟ غنيني أغنية خليجية. خليجية ما بعرف. غنيني بيلي ايليس، تعرفي بيلي ايليس الفنانة الأجنبية؟ بيلي غير عربي لبناني ما بعرف. تعرفي أغنية روسية هادي؟ آي 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 لا 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 اي اي اي، تعرفيها؟ اه بعرفها. غنيها غنيها بس ما حفجر مواهب يعني، خلص من بعد ما انت غنيت ما لازم غني انا. وغنيني كي سامحك ولا اعطيك احكام صعبة؟ لا انا حغني بس مش هغني. تعال شو بدي غني لك؟ غني غني نموني نغار من عانوني وسعد بك فيها سيف وهمي سبب يعني مش هيك كده. هلا عم قولوا لي انت عم تعمل مقلب. كسفوني صراحة، انا بعمل مقالب في الناس بوريهم ان صوتي مو كويس في البداية. صوتك. لا لا شوف يعقوب، انا بوري الناس ان صوتي مو كويس في البدايه، بعدين بوريهم صوتي الحقيقي، يعني هذا هو المقلب. راح اوريك صوتي الحقيقي، راح اوريك صوتي الحقيقي، ولكن راح تجيك صدمه. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك سبحت حرة. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك سبحت حرة. مرادنا لازم يمسن بالمسيرة الخضراء، مرادنا لازم يمسن بالمسيرة الخضراء. الله 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 حبيبتي. هل ها هل هل يلا غني غني. يا الله يلا. يا الله بغزل. غني غني أي أغنية بدك. تعال غني باسمك، تعال خليني بشغل هيدا. ها؟ أغني باسمك. سيموزوسكا وصل سيموزوسكا الله مسا وصل سيموزوسكا ديك كبر بينا كبروا بي. يلا يا يعقوب كأنك راح تصنع صاروخ. يلا أنا حط لك ايش اسمك؟ حمودي صح؟ حمودة؟ حموز حموز حموز؟ نعم حبيبتي. حموش يا دم حبك انا بجنون سحرتني بجمالك بطل. تدم بدك انا غني عم تطلع فيه هيك ما اوكي اوكي صافي غني انا راح اشوف الجحش فاقد غني.
حموش يا دم تحبك انا بجنون، سحرتني بجمالك بعيونك انا مفتون، انت صرت ادمانه انت اميزن. بدي ضمك بدي حبك بدي ضلني ابقى حدك، بدي صوتي يصرخ اسمك بدي موت وقف حدك، بدي دمي يكون من دمك بدي اعيش كل لحظه معك، بدي حبك يكبر في كيف. هاد اغنيه تخيل بس انا ما حافظتها كثير. والله أغنية جميلة، بدك تحضنيني بدك تبوسيني طب انت انا عملت لك فولو، اعملي لي فولو، اعملي لي فولو. اوكي اوكي، ولكن شو عندك هون قبل ان نمسي؟ قولي لي شو عندك هون. هون هون عادي حبيبتي، بوسة أخوي. راح نتكلم في الخاص، أوكي؟ أعطيني رقمك. أوكي حبيبتي، ما تخزني، نحن ممكن لأنك سوف نزيك من الآخر قبل أن نمسي نقول لك حاجة. يعني تعذبتيني، يعني شكلك عذبني، والظاهر أن يعني راح يكون بيناتنا حاجة في المستقبل، أنا إحساسي كده. أمين أمين إن شاء الله. أنتي إحساسك كده حتى أنتي حاسة أن راح يكون بيناتنا حاجة، أكيد. لكن حاجة من غير صداقة ومن غير أخوة، يعني راح نرتبط مو مش بس ارتباط. زواج. آه انت قابلة اني اتزوج بيك؟ قبلان قبلانة؟ قبلان. بس انت بتغني بالعرس ايه؟ وات؟ انت بتغني بالعرس؟ انا بغني لك في العرس حبيبتي. اوكي وشو عندك هون؟ شو؟ حبيبتي وصافي فتك عجبتك البوسة، دوري بنيا. شو قلت لك؟ راح نتكلم في الخاص، خلين امور شخصيه في في الخاص حبيبي. اكيد طبعا ما لازم. مع السلامه. مع السلامه.